أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأل جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتمها. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب رجاءنا، واجعلنا يا ربنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول فتاوى الناس، سائلين الله تعالى أن يسدد خطانا وخطاكم، وأن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا. قبل أن نبدأ في استقبال اتصالات حضراتكم، قلنا إننا سنأخذ نصيحة لن تتجاوز 10 دقائق، نأخذها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الماضية علقنا على الحديث كل عبد يبعث على ما مات عليه. اليوم بنعلق على حديث يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت رجل مسلم، وأنت امرأة مسلمة، خلقنا الله جميعا لهدف واحد وغاية محددة، وهي أن نكون عبادا له سبحانه. وقال الله في هذا الشأن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله تبارك وتعالى هي الهدف الذي لأجله خلقنا، وهي السر الذي لأجله جاء بنا ربنا إلى هذه الدنيا. فينبغي أن يكون كل ما يهتم به الإنسان وما يحرص عليه وما يقوم به دائرا في محيط العبادة لله. يقول ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل ده لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فأنت وأنت وقف لله تعالى، حركاتنا، سكناتنا، كلماتنا، خطواتنا، أي شيء نقوم به فعلا أو تركا ينبغي أن يكون لله تعالى. أي حاجة تخرجنا عن هذه الدائرة وتبعدنا عن هذا الاهتمام وتجعلنا ننشغل عنها، عن هذه الغاية، المسلم الحق لا يلتفت إليها ولا يعطيها اهتماما. الحديث الذي معنا يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تركه ما لا يعني، سواء كان كلمة سيقولها أو فعل سيؤديه أو مشوار هيقوم به أو عمل ما من الأعمال يرى أنه لن يفيده في دنيا ولن يفيده في دين، ما الذي يجعله يقبل عليه ويهتم به؟ الحديث يقول: من حسن إسلام المرء. الدليل على أن الإنسان مسلم إسلاما يرضي الله ويقبله الله سبحانه وتعالى، الدليل على كده أن تكون اهتمامات الإنسان منصبة في إطار معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبة الله عز وجل، فلا يتكلم إلا إذا علم أن الكلمة ترضي الله عنه. لا يتحرك بقدمه إلى مشوار هنا أو هناك إلا وهو يسأل هل هذا يرضي الله أم لا يرضي الله تبارك وتعالى، فلا يفعل فعلا ولا يترك تركا إلا وهو دائما وأبدا يسأل نفسه: أنا رايح فين وجاي منين؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قدر لنفسك قبل الخطو موضعها. الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي إلا ونظرت على طاعة الله أم على معصية الله، فإن كان على طاعة تقدمت وإن كان على معصية تأخرت. هذا هو مقتضى حسن إسلام المرء.
حسن إسلام المرء. ولو أننا وضعنا أنفسنا في هذا المقام لرأينا أن كثيرا من أقوالنا وكثيرا من أفعالنا وتصرفاتنا سنتنازل عنها جميعا، ولا نضيع أوقاتنا في أشياء لا تعود علينا بمنفعة في دين ولا في دنيا. فهذا الحديث كما قال العلماء يعد علاجا لكثير من مشكلتنا، ويعد سبيلا إلى تقويم كثير من اعوجاجنا، حتى عده بعض الناس ربع الإسلام. يقولون عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. أربع أحاديث يعتبرون عليها مدار الإسلام، من بينها دع ما ليس يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقلنا ورع ترك الشبهات وترك ما لا يعنيك وترك الفضول. الورع ترك الشبهات، ما اشتبه عليك من الشيء لا تدري حرمته من حله تتورع عن فعله. وترك ما ليس يعنيك معناه ترك الفضول، زي ما يكون إنسان عنده فضلات طعام ولا فضلات شيء فبيلقيها بعيدا عنه لا حاجة له بها. أنت كذلك، ربنا سبحانه وتعالى يقول في وصف المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه في دين ولا في دنيا. فعلينا أيها الإخوة المسلمون الكرام أن نصدق مع الله، وأن نعطي لله تبارك وتعالى من أنفسنا ما يدلل على تقديرنا وتعظيمنا وحبنا لربنا، بأن نترقى ونرتفع ونسمو عن الأشياء التي تعنينا أو التي لا تعنينا فلا نهتم بها، تعظيما لله وتقديرا له سبحانه وتعالى. هذا بإيجاز ما يشير إليه الحديث، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا. معنا بعض الأسئلة التي وردت من حضراتكم، وما شاء الله هي كثيرة جدا، فيعني من الأمانة أو من الوفاء لأولئك الذين يهتمون ويرسلون أسئلتهم أن نجيب لهم عنها. سيدة بتقول إنها بتعاني من برودة شديدة في رأسها وتكتفي بمسح رأسها عند الغسل، هل هذا يكفي؟ نقول هذا لا يكفي، إنما الحل هو كالآتي: إذا كان هناك مرض يتعلق بالرأس يستعصي معه أو يصعب معه إيصال الماء إلى أصول الشعر بحيث سيترتب على ذلك ضرر لا يحتمل يمكن أن يؤدي بالمرأة إلى الأذى، فمثل هذه الحالة نقول لا، ما توصليش أصلا ماء لشعرك أثناء الغسل، ولكن عليك أن توصل الماء إلى كل أعضاء الجسم وتتيممي نيابة عن هذا الجزء الذي لم يصل إليه الماء. يبقى التيمم هو البديل في حالة إيه؟ في حالة ما إذا كان، في حالة ما إذا كان هناك عسر وضرر متحقق من وصول الماء إلى أصول الشعر. وبالمناسبة كنت قرأت سؤالا أيضا ورد في SMS إن في واحدة مثلا بتسأل إن بنتها شعرها مش ولا بد، فهتعمله عند الكوافير في ليلة زفافها، ولا تريد أن توصل الماء إليه لتحافظ عليه، فهل تصح، هل يصح الغسل من الجنابة دون إيصال الماء إلى أصول الشعر؟ نقول لا، لا يصلح هذا، لابد من إيصال الشعر، إيصال الماء في الغسل إلى أصول الشعر، وأن يصيب الرأس ككل وتفيض الماء على رأسها بحيث تضمن إن شاء الله وصولها، وصول الماء إلى هذه الأماكن. ومن يصعب معها بسبب مرض عليها أن تتيمم نيابة عن هذا الجزء. بالنسبة لنزول المني خارج الرحم، وهل الجماع في الحمام حرام؟ نزول المني خارج الرحم
إذا كان هناك سبب وجيه للعزل حتى لا تحمل المرأة، كأن يكون الولد الذي ولد لا يزال صغيرا بيرضع، فالمرأة تريد أن ترضع طفلها بدون أن تحمل حتى لا تؤذي الرضيع بأن ترضعه لبنا سماه الحديث الغيل، وأن تؤذي الطفل الجنين لأنها ستكون ضعيفة فينعكس هذا بالسلب عليه. يبقى تقوم تقتصر على حاجة واحدة وهي الرضاع إلى أن يقوى الطفل ويستطيع أن يعتمد على نفسه، فتبدأ تستقبل حملا آخر. هنا بنقول إنه ده عذر خاص أو حاجة خاصة بهذه المرأة، أو أن هناك امرأة قال لها الأطباء إن الحمل يمثل بالنسبة لك خطورة، خطورة على حياتك. يبقى دي حالة شخصية، حالة خاصة، وكل حالة تقدر بقدرها كما تعلمنا. الضرورات ها تقدر بقدرها، ليست سياسة عامة وليس شيئا يعم كل الناس لحاجة ولغير حاجة. فإذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى هذا العزل فبها، وإلا فلا يجوز. وهل الجماع في الحمام حرام؟ الحمام مكان شياطين، نحن ندخل إلى هذا المكان نقول بسم الله، يعني بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث وهي ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. والحديث يعلمنا أن الإنسان إذا أتى أهله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فأنا أذكر الله تبارك وتعالى عند مباشرة امرأتي، فكيف يفعل الإنسان هذا في مكان في الحمام ومكان فيه شياطين؟ والحديث يقول لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. لكن ده أنت رايح جوه المكان اللي فيه الشياطين، فأرجو الابتعاد عن هذا. أخي بيسأل، أخوه من أبوه، يعني أبوه مات أو أخوه مات، وهذا الأخ من أب، هذا الأخ نفسه اللي هو أخوه من أبوه له إخوة آخرون أشقاء. أبوه تزوج بامرأتين، تزوج بامرأة أنجب منها هذا الأخ اللي بيسأل، وأنجب من المرأة الأخرى أنجب أولادا متعددين بيصيروا إخوة أشقاء. فهو بيسأل أخوه من أبوه مات وترك ميراثا، وترك ميراثا وله زوجة، مش أبوه بقى اللي مات، أخوه من أبوه هو اللي مات، أخوه من أبوه هو اللي مات، وترك ميراثا وله زوجة وإخوة أشقاء، فهل لهذا الأخ من الأب هل له ميراث مع هؤلاء الإخوة الأشقاء؟ نقول إن الزوجة لها في هذه الحالة الربع، وما تبقى فهو للإخوة الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة الأشقاء تحجب الأخ الأب فلا يكون له شيء. طيب بيقول هل يجوز التصدق بمال عن الغير؟ كنت قد ظلمتهم فيه ولا أعلم أين هم الآن، وإن كان لا يجوز ماذا أفعل؟ أثابكم الله. بالنسبة لمن أخذ مالا من شخص، من شروط التوبة أن يرد المظالم إلى أهلها، فهو يقلع عن الذنب في الحال ويندم على ما حدث ويعزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. وإذا كان الذنب متعلقا بآدميين كأن يكون أخذ مالا، يرد هذا المال إلى أصحابه، رد المظالم إلى أهلها. نفترض أن المسألة طالت وأنا فعلت هذا منذ فترة وانقطعت الصلة بيني وبين هؤلاء الناس، هو الحل اللي حضرتك بتشير إليه وهو أن تتصدق بهذا المال على نية أصحابه، أن تتصدق بهذا المال على نية أصحابه، وهذا يعني أقل ما يجب في مثل هذه الحالة. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولك وللمسلمين أجمعين. في سيدة تسأل
جدة أرضعت ابن بنتها، اللي هي يعني الجدة أرضعت ابن بنتها لمجرد السكوت من البكاء والنوم عدة مرات، علما أنها منقطع عنها الدورة الشهرية ولا يدر الثدي لبنا للطفل. فهل يعتبر هذا، هل هؤلاء يعتبرون إخوة لأولادي الآخرين؟ الحديث يقول إنما الرضاعة من المجاعة، يعني لابد للرضاعة حتى تحسب، حتى تحسب أن يكون هناك جوع وإشباع لهذا الولد. ومعنى الحديث يقول خمس رضعات متفرقات مشبعات يحرمنا، خمس رضعات متفرقات مشبعات. يعني إيه مشبعات؟ يعني لابد يكون في لبن موجود بيشبع هؤلاء الأولاد من جوعتهم حتى يسمى هذا بالرضاع. لكن لو كان زي ما حضرتك بتقولي إن أنا برضعهم عشان أسكتهم، يعني أنا أتخيل إن الثدي في هذه الحالة لا يفترق عن لو وضعت أصبعك في فم الطفل كنوع من البزازة، ها، يستلهي بها أو يتلهى بها ويستغني بها حتى يسكت. فالذي يحرم إنما هو اللبن الذي يبني الجسم وينشئ الأعضاء وما إلى ذلك، لكن مجرد عضو بتدهلهم لمجرد السكوت دي زي البزازة، لا يترتب عليها تحليل ولا تحريم، والله أعلم. أخي بيسأل بقول تزوج أربع مرات وطلق، هل هذا ابتلاء ولا غضب من الله؟ أفيدوني. الأصل في الزواج أن الإنسان يتزوج بنية دوام العلاقة والعشرة بينه وبين امرأته، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. بختار وأنتقي وأصلي استخارة وأستشير أهل الدين وأخذ بكل الأسباب التي تمكنني من أن تستمر معيشتي مع امرأتي، هذا هو الأصل. لكن نفترض أن الرياح قد أتت بما لا تشتهي السفن، ممكن يحصل تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وتجد على رأي المثل يقول لك نأبك جه على شونة، دورت وبحثت وبعدين لقيت البطيخة من بره شكلها حلو وجيت فتحتها لقيتها قرعة، فماذا تصنع؟ هل الإسلام يقول لك لا دي تأبيدة ولابد أنك أنت تحافظ عليها سواء رضيت بها أو وجدت أن الحياة مستحيلة؟ هذه المسألة يعني مسألة أنت عليك تعمله وتأدي ما فرض عليك وتصبر، تصبر على أن تجد الزوجة الموافقة في معظم طباعها لك. ولكن لا تتخيل أن المرأة ملاك لا عيوب فيها. الحديث يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، حتى لو 50% و50% يبقى يعني بدل ما تقول الكأس دي نصفها فارغ قول الكأس دي نصفها مليء مثلا، فالأمور تمشي بهذا الشكل. ها، لكن نفترض إنك عملت كده وصبرت واحتسبت وكل اللي أنا بقول عليه عملته، ومع ذلك شاء الله تبارك وتعالى ألا يكون هناك استقرار واستمرار، فحدث طلاق مرة واثنين وثلاثة وأربعة. أرجو إن شاء الله تبارك تعالى أن يغفر الله لي ولك، وإن شاء الله تعالى ما يكونش لي شهوة أو عيب فينا ها وبسببه حدث الطلاق. لو كان الأمر على هذا النحو يبقى ربنا يحسبنا، لأن الطلاق قد يكون حراما وظلما وقد يكون واجبا إذا كانت المرأة سيئة الخلق، إذا كانت المرأة تستطيل بلسانها ها وتتعامل مع زوجها باستعلاء أو شيء من هذا القبيل، فمثل هذه المرأة لا يصبر الإنسان عليها. يعني المهم هذا، وبالله تعالى التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب احنا نستأذن حضراتكم نتلقى اتصالاتكم، وفي آخر في الثلث الأخير من الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى هنجيب عن بعض ما ورد إلينا من الاس ام اس. معنا اتصال. السلام عليكم. أختم يوسف. السلام عليكم. أحمد. وعليكم السلام. اتفضلي حضرتك.
انا باباي، انا ورثت عن بابايا مبلغ من المال، ايوه فجوزي عايز يسافر ايوه فهياخد فلوس مني. انا موافقه وكل حاجه، بس اخواته واقفين قدامي قالوا لي الفلوس دي انت ما فيش قدامك ورا وراك الا هي، ايوه فاذا يعني اذا كان هياخد منك فلوس فيكتب لك ورقه، ايوه فجوزي مش موافق انه يكتب لي الورقه دي، هو هياخدها بصفة ايه؟ عشان يسافر بها يعني ياخد هياخدها يجيب بصفة عقد قرض؟ عمل. هياخدها بصفة قرض يعني ولا ايه؟ لا لا ياخدها عادي برضا نفس مني عشان يشتري عقد عمل ويسافر. هيردها لك تاني ولا لا؟ هو بيقول لما يجي هيردها. يبقى دين يعني قرض. دين، طيب بس ما فيش فايدة ولا اي حاجة. مفيش فايدة، هو حد بيسلف حد لله؟ ما انت تستلفي جوزك وتقولوا له هتديني كام في المية؟ المهم لا يعني السؤال على ايه بقى؟ انا دلوقتي اخواتي بيقولوا لي خليه يكتب لك ورقه بالمبلغ اللي هياخده، ايوه فهل انا اطلب منه كده ولا امشيها عادي وديا ما بينه وما بينه؟ طيب حاضر، ماشي ماشي، شكرا لحضرتك شيخ، بارك الله فيك. ايوه سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اتفضلي يا اخت محمد. ممكن اسال ايوه اتفضلي، معاك اتفضلي، سؤالك ايه؟ عن الزكاة، يعني انا ما ازكي من فلوس جوزي طيب وهو مش عارفها، يعني ما عرفهاش، ما عرفش ان انا اديته. انت سؤال انت بتزكي، سؤال انت بتزكي عن مالك انت ولا عن ماله هو؟ لا من ماله هو. انت بتزكي، سؤال، انت عندك مال مدخر حال علي حول وبلغ نصابا بتطلع عليه زكاة؟ لا يعني انا في الزكاه او في العبيط يعني مثلا كده لله. اي يعني بتطلع صدقات بقى، اسمها ايوه صدقات من اسمها فلوس صدقات، جوزي. صدقات من مال زوجك بدون ما يعرف. ايوه. طيب وهو لو عرف ايه الوضع؟ ممكن يعني هو مش يعني هو بيزكي بس يعني مش بيحب كتير يعني في جدي. طب حاضر حاضر حاضر، هجاوب حاضر. ممكن نتلقى اتصالات ورا بعضيها حتى لا نتأخر على الناس. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي سؤالك. لو تسمح فضيلة الشيخ، أنا متزوجة من أكثر من 15 عام دلوقتي. أيوة. في خلال الفترة ديت حصل طلاق مرتين، كان شفوي لكن محسوب إن هو يمينين. أيوة. حاليا دلوقتي زوجي رمى عليا اليمين الثالث وأنا كنت حائض في الفترة دي. طيب. في سمعت يعني ان لو كان في فترة الحيض اليمين ما يقعش. طيب حضرتك هجاوب حضرتك. حاضر شكرا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مشيخ؟ اهلا بيك يا فندم. لو سمحت انا كنت عايز اسأل حضرتك عن زكاة المال على الحلي، الذهب الحلي يعني. ايوه. انا عندي مال فلوس ذهب يعني حوالي 72 جرام. 72؟ طيب. ده اللي انا جايباه كمخزون ليا او كرصيد ليا. طيب. وعندي ذهب للحلي بلبسه للزينه وكده حوالي 60 جرام برضه. ايوه. فكنت عايزه اعرف ينفع ان انا اطلع عليه زكاه وجايزه ولا ما هو ال 72 جرام دول عامله فيهم يحطاهم يعني كتجاره ولا كايه؟ لا شايلاهم فلوس ذهب. شايلاهم فلوس ذهب. لكن التانيين ال 60 جرام بتستعملوهم بالفعل. ايوه. بلبسهم بس صراحة مش على طول. مش على طول. لأني بخاف من السرقة والجرائم والحاجات دهيت، فبلبسهم من فترة للتانية. طب حاضر ماشي. أيوه. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل حضرتك. أكلم الدكتور طلعت لأصحابك. أيوه مع حضرتك اتفضل. إزيك يا دكتور؟ أهلا بيك يا أخي. مساء الخير يا دكتور. ربنا بعد إذن حضرتك والنبي، في كتب بتتباع على الرصيف، كنت عايز أعرف من حضرتك هل لها قيمة ولا لأ؟ موضوع يا دكتور، في واحدة دكتورة يعني مشهورة جدا وبتيجي على قناة دريم، أقول اسمها ولا بلاش؟ لا داعي، يعني إيه الموضوع بتاعها؟ يعني يا دكتور، في عندي المدام عاملة معايا مشكلة بسبب الموضوع دوت. في حاجات تقول لك مثلا علشان تبقى غني تقرا كذا، علشان تعمل مش عارف إيه تبقى إيه، علشان يعني في حاجات المفروض تقراها تقول مثلا لا إله إلا الله 1000 مرة، سبحان الله مش عارف 1500 مرة، مش عارف حاجات كده، بنخش أنا وهي في النقاش علشان اعملها يبقى لا هروح شغلي ولا اقعد اقرا من بعد الظهر لحد العصر ومن بعد العصر لحد المغرب، ويبقى لا هشوف شغلي ولا هشتغل. فانا طب مش دي علاقتها ايه بالكتب القيمه والكلام اللي فيها؟ يعني احنا كنا مره نزلنا الحسين وبتتباع على الرصيف،
الكتاب ب 2 3 جنيه، فجبتها هي ماسكه فيها، يعني انا عشان اقعد اقرا اللي مكتوب دوت عايز لي محراب لا اروح الشغل ولا طب ما انا السؤال حاجة. السؤال معلش ولا شفاعه في الموت، ايه علاقه الغنى والفقر بتاع ربنا؟ ومثلا الجنه والنار دي اعمال بالنيات الواحد بيعملها. ايوه فمش معقول بقى ان انا هسيب الشغل واسيب كل حاجه واجي امسك الكتاب دوت علشان اقرا اللي مكتوب فيه، تقرا مثلا الاستغفارات والحاجات دي كلها. كل واحد فينا مثقف وعارف دينه كويس ومسلم وموحد بالله، فمش مش يعني عايز اعرف هل الحاجات دي والاستغفارات دي هو العلاقه ما بين قناه دريم والست اللي بتيجي فيها بالكلام ده ايه؟ ما اعرفش يا دكتور، هي الدكتوره علي عبد الدين. ايوه مالها ومال الكلام ده؟ مطلعه كتاب يا دكتور مكتوب فيه الحاجات دوت. طب خلاص يبقى احنا ايه فهمنا السؤال وان شاء الله نجاوب حضرتك. طيب ماشي ماشي. الأخت اللي ورثت مالا وزوجها يريد السفر ويريد أن يستعين بهذا المال على سفره، على أن يسدده لها فيما بعد، وإخواتها بيقولوا لها خدي منه ورقة والكلام ده كله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم، مش بالعافية، أنت لست مجبرة على أن تتنازلي عن هذا المال، لكن من قبيل الوفاء ومن قبيل فك العسرة ومن قبيل فك كربة مسلم بغض النظر عن هو مين، يعني أنا أفترض أن المال ده معايا وأحببت أن أعطيه لسين أو صاد من الناس للحاجة الماسة إلي، فإذا كان هذا الذي يحتاج هو زوجك فهو أولى، لأنه حينئذ الأمر سيكون فيه معروف، واللي يقدم السبت يلاقي الحد، من عمل صالحا فلنفسه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهذا خير ربنا سبحانه وتعالى يكرمك به، ما فيش مشكلة أبدا أنك تساعد زوجك فيما هو بصدد القيام به. أما مسألة كتابة الدين إن أنا لي فلوس عند واحد، هذا على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا ليس على سبيل الوجوب. أحيانا بند الناس فلوس ولا بنكتب ورق ولا بنعمل، وبتبقى الثقة المتبادلة فيما بيننا وبين بعضنا، وفي الوقت نفسه ما حدش يزعل لو حد طلب ورقة أن يكتب له ما لديه من مبالغ، ما يزعلش، لأن دي أوامر ربنا سبحانه وتعالى وفعلها ضمان للحق من كلا الطرفين. فالأمر مفوض إلى حضرتك، وأنا مش عايز أقول نأمر بمعروف نقوم نضيع معروف أشد، أو ننهى عن منكر نقع في منكر أقوى. فإذا كان موضوع الورقة هيؤدي إلى أن يوغر صدر زوجك والمسائل هتبقى فيها مشكلة، وإحنا عايزين نحل المشكلة وعايزين يبقى فيه تراضي ما بيننا وبين بعضينا، وربنا يسر زوجك يسافر بمشيئة الله، وربنا يوسع عليه ويكسب حلالا ويرد إليك مالك وزيادة عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى. فأنت قدري المصلحة وشوفي فين، ونسأل الله الهداية للجميع. الأخت اللي بتقول إنها بتطلع صدقات من فلوس زوجها بدون علمه، بدون علمه، طبعا ده غلط، هذا خطأ. إذا كنت تعلمين ولو يعني زي ما بيقولوا إيه، إذا علم هيبقى راضي ومبسوط ويقول لك جزاك الله خير، مشكرين جدا إنك أنت بتساعديني على الخير، ها فيعني يشكر لك هذا العمل، يبقى ما فيش مشكلة. لكن إن كانت المرأة تخرج من بيت زوجها، الحديث يقول إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها وله الأجر، وإن تصدقت بغير إذن فله الأجر وعليها الوزر. فإحنا مش محتاجين، إحنا بنطلع صدقة بنبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، فنحتاج إلى ترتيب وتنسيق وانسجام في الفكر وفي الأهداف ما بين الزوج والزوجة، علشان ما يجيش في وقت من الأوقات يقول لك فين الفلوس تقول تصدقت بيها، يعني توغرين صدره، ويؤدي ذلك إلى ما لا تحمد عقباه. فيبقى في ترتيب وتنسيق بينك وبينه، وقولي له ان انا لو جالي فقير ممكن بعد اذنك ان انا اديله مثلا من اكل البيت، اديله بعض الاموال التي ارى انها مش هتاثر علينا،
وخدي إذن منه يكون ليكي وله أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للأخت اللي تسأل عن الطلاق الذي في الحيض، هل يقع ولا لا يقع؟ جمهور العلماء على أن الطلاق في الحيض يقع، هو بيسمى طلاق بدعي ولكنه يقع، والدليل على ذلك أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا عمر مره فليراجعها، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد قبل أن يمسها. فالعلماء يقولون الحديث بيقول مره فليراجعها، طب هيراجعها من إيه؟ هيراجعها من طلاق ولا هيراجعها من لا طلاق؟ المراجعة لا تكون إلا من طلاق، فاللفظ نفسه يشعر بأن الطلاق في الحيض يقع، وهذا رأي جمهور العلماء، هذا رأي جمهور العلماء. طب وهنعمل إيه؟ أصل ده الثالث، والله يعني ربنا وسع علينا ونحن الذين نضيق على أنفسنا، ربنا سبحانه وتعالى أعطانا ترتيبات وحدود وقيود على موضوع الطلاق، ولكننا نتلاشى كل هذه الحدود والقيود ونقفز فوق شرع الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت جمهور العلماء على أن الطلاق في الحيض يقع. بتسأل عن زكاة الحلي، زكاة الحلي بالنسبة للذهب المستعمل كحلي، كحلي لا زكاة عليه، لا زكاة عليه بشرط ألا يكون فوق معتيد، يعني المعتاد السائد يعني المناسب للحالة الاجتماعية التي أنا فيها، أختي، بنت عمي، الجو العام اللي أنا فيه يقول إن أنا يبقى لي 80 90 جرام 100 جرام، لكن لو واحدة مثلا لابسة 500 جرام يبقى العملية خرجت من كونها حليا تتزين به إلى كونه خزين ينفع في وقت الزنقة كما يقولون. فيشترط ألا يكون زائدا عن الحد الذي عليه مثيلتها وقريبتها، وأن يلبس يستعمل، يبقى فعلا مستعمل ما يكونش مركون، ده أمر تاني. فإذا توفرت هذه الشروط الرأي لدى جمهور العلماء والرأي الراجح أنه لا زكاة عليه. أما إذا كان الذهب مركون فده بتطلع عليه زكاة، بس بشرط أن يبلغ نصابا، والنصاب 85 جرام فصاعدا، يبقى فوق 85 أو 86 جرام إلى ما فوق ذلك، فإن قل عن هذا فلا زكاة عليه، إن قل عن 85 يبقى لا زكاة عليه. وبالتالي في السؤال تسألي لا دي عليها زكاة ولا دي عليها زكاة. لكن ده برضو في ناس بتلاقوها يعني مضيقاها قوي، ما عندوش استعداد أن يدفع لأي إنسان مالا إلا إذا كان زكاة. قيمة الزكاة كام؟ 2.5%، كل 100 جنيه عليها 2.5 جنيه. طيب والسبعة وتسعين ونص؟ طب ما انت باب الصدقات مفتوح، لماذا تحرم نفسك من هذا الخير؟ فأنا إذا قلنا أني معلوش زكاة، طب باب الصدقات بقى ربنا يكرمكم بيها، فكل امرئ يحشر في ظل صدقات يوم القيامة، وصدقة السر تطفئ غضب الرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأخ اللي بيسأل عن أنه تقول مش عارف كم مرة لا إله إلا الله، 100,000 مرة مش عارف يجي لك مش عارف إيه، وتقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو كذا يبقى كذا كذا، ولو كنت ما بتنجبش قول الدعاء الفلاني، ولو كنت ما بت مش عارف ما 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 بتخلف ما 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 جوزتش وعايز تجوز اعمل كذا وسوي كذا. دي بتفكرني ها بمن وضعوا أحاديث في فضائل السور، وضعوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، يقول لك اللي يقرأ الصورة الفلانية يبقى كذا، واللي يقرأ الصورة الفلانية يبقى كذا، واللي يقرأ
مع أن الأحاديث الواردة في فضائل الصور محدودة جدا ومعدودة إلى درجة كبيرة، لكن يقول لك إيه، إحنا لقينا الناس منصرفين عن قراءة القرآن فوضعنا لهم هذه الأحاديث حتى نرغبهم في تلاوة القرآن الكريم. طب يا عمي ده الحديث يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. شوف الشيطان يقول له إيه، يقول له لا أنت ما كذبتش عليه، ده أنت كذبت لي، أنت ما كذبتش عليه وإنما كذبت له. هو الكذب ها مفيش كذب بشرطة وكذب بشرطتين، الكذب هو الإخبار بغير الحقيقة، هو التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله سواء كان عليه أو كان له، هو كذب. والوعيد يلحق كل من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان بالترغيب في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال، طالما حديث كذب أو حديث موضوع لا تجوز روايته. فبرضو نفس المعنى، الأخ بيقول لك كتاب محطوط، يقول لك اللي يقول مش عارف كم مرة يبقى إيه، واللي يقول إحنا مصدرنا اللي بنتلقى عنه هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، الكتاب والسنة، ها وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هكذا تعلمنا. فأي حاجة يقول لك اللي يقول مش عارف كم مرة كذا كذا كذا، طب الدليل على كده إيه؟ أين دليلك مما قال الله في كتابه أو قاله رسول صلى الله عليه وسلم في سنته؟ هو ده الحكم والفيصل. لكن أي شيء عدا هذا، ها كل الكلام ده لا يلتفت إليه، ها وإن كان مطلوبا من المسلم أن يديم ذكر الله. قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي في البر والبحر والسر والعلانية والصحة والمرض والليل والنهار والسفر والحضر وعلى كل حال، قول ما شئت اللي ربنا وسع عليك بيه. وهناك يعني آية قرآنية استدل بها الإمام الحسن، بس أدي لك ده دليل قرآني بقى. جاء إليه رجل يشكو الفقر فقال عليك بالاستغفار، جاء آخر يشكو إليه قلة الزرع عليك بالاستغفار، جاء آخر يشكو إليه قلة الولد قال عليك بالاستغفار. قالوا جاء أناس بأشياء مختلفة وأخبرتهم جميعا بشيء واحد هو الاستغفار. قال أولم تقرأوا قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن ما فيش تحديد من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فحتة التحديد والأوقات وأن تصل إلى درجة إن الواحد خلاص يسيب شغله ويقعد جنب الأشياء دي ماسك السبحة وعمال، طيب فين ما هو الجهاد في سبيل الله أحد ألوانه الضرب في مناكب الأرض وأكل العيش من حلال، وده مش مطلوب. فعلينا أن نلتزم بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة، وألا نختلق أو نتقول أو نضيع أوقاتنا وأوقات الآخرين فيما لا فائدة منه. وبهذه المناسبة بذكر ببعض الأوراق التي توزع في المساجد. ها يجي يقول لك الشيخ أحمد خادم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤية صفتها كيت وكيت وكيت وكيت، ها ويجي يقول لك ان اطبع هذه الوصية 30 مرة، ها فلان طبعها فإذا بالأرباح وإذا بالخير وإذا كذا وكذا، والتاني التفت عنها فإذا بسيارتي تنقلب وإذا بابنه يصاب وإذا بزوجته تموت وإذا بقى. واحد تاني يجي يقول لك مش عارف الورق ده الآيات الفلانية دي اطبعها، وأصل اللي فلانة كانت مريضة والسيدة زينب جاءت ومسحت على رجلها فقامت من شلل كان قد أصابها. كل ده كلام فارغ، كل ده لا أساس له ولا أصل الصحة. وأنا كثيرا ما كان يحدث في المساجد أن تأتيني أوراق من هذا النوع أقول لهم أهو قدامكم أهو، وأروح مقطع هذه الأوراق وأقول لهم الكلام ده لا يجوز، لا إلزام
إلا بما ألزم الله به في كتابه وما ألزم به رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لا وصية الشيخ أحمد ولا الآيات اللي المعينة اللي يقول لك السيد زينب جات لي قالت لي اقراها، ولا وزع واطبع. أنا كده هستنفد جهود المسلمين في أشياء بعيدة عن دين الله تبارك وتعالى. ومعذرة طولت في الكلام حول هذا الموضوع، لكن بنعطي فرصة لأسئلة أخرى تأتينا. فمعنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نعم. أيوة يا فضيلة الشيخ. اتفضلي. أنا معاي بنتي متجوزة بقى لها سنة ونص. نعم. واخدة واحد يعني قريبي أنا من نواحي الأم. أيوة. بس يعني واخدها بقى له سنة ونص، من يوم لما أخذها من يوم الفرح وهو يعني ما بيلمسهاش ولا بيجي عندها، وغير يعني للضرورة، وخلفت منه بنت وحضرتك يعني معتزل خالص عنها، تيجي تكلمه يقول لها أنا ما بحبش حد يروح جاري، ما بحبش حد يلمسني، والمعاملة الشخصية حضرتك ما بيعملهاش ولا يصرف عليها ولا ينفق عليها غير سايبها لأمه وأبوه، ولو أمه وأبوه سافر ولا راحوا مشوار يعني يسيبها لإخواته وحريم إخواته في البيت. طيب وبيشرب سجاير يعني وكده، تقول له طب أكلني زي ما تشرب سجاير، أو أنت وجبنا له يا فضيلة الشيخ كل حاجة، يعني جبنا له الجهاز وجبنا له أوضة النوم وجبنا له كل حاجة عشان كان فاكرنا. ماشي ماشي، هنجاوب على حضرتك. حاضر إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. أيوة فضيلة الشيخ. أيوة فندم. عايزة أعرف حكم الدين في راتب إنسان، يعني هو بيحاول يعني يخلص في عمله لكن كان بيغش أيام دراسته، بيغش في الامتحان. حكم الدين في الغش في الامتحانات. أيوة. طيب. إنما هو موظف وبيخلص في عمله دلوقتي. طيب حاضر. أيوة. في أي أسئلة أخرى؟ معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي سؤال. عليكم السلام ورحمة الله. يا ريت نوطي صوت التلفزيون بعد إذنك. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لو سمحت حضرتك عايزة أسألك على سؤال بس. يعني أنا كان معايا مبلغ من المال فمديها في شخص يعني إحنا نعرفه، بس هو نصران يعني. مديها له المبلغ ده بيشغله هولي يعني، بس هو محدد لي مبلغ بيديهولي كل شهر، بيديني هو تاجر يعني بيتاجر في الموبيليا وكده، بس هو قال لي هتاخده كل شهر 35 جنيه. أيوة. هو محدد لي كده يعني. خلاص معرفش بقى أنا يعني، هو بيتاجر في الموبيليا. خلاص أجاوب على حضرتك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف؟ لو سمحت عايز اكلم الشيخ. اتفضلي معاكي سؤالك. ايوه لو سمحت، انا دلوقتي جوزي يعني على قده، فحاولت ان انا اساعده، فبشتغل في محل بقى كده بجيب لبس وهدوم وحاجات واروح ايه بالطلب يعني. ايوه. اما حد يطلب مني حاجه بالتليفون مثلا، عارفين تليفوني، اروح جايبه الحاجه وانا قريبه قوي من مكان. طيب. واخد الحاجه واروح اوديها لهم يعني، ده بالطلب. اذا في اسم، انا ما عنديش محل ولا حاجه، ما اقدرش افتح محل. طيب. فمش عارفه ده، قالوا لي ناس ده كده غلط، ربا او مش ربا، فانا قلت حاجه مش عارفه انا. خلاص ماشي ماشي حاضر. مع السلامه. ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل سؤالك. فاضل الدكتور. ان شاء الله. لو سمحت، انا شغال جزار. ايوه. ومتاجر. فالمهم كان معايا رأس مال كبير يعني كويس، فبنات وبيت ودلوقتي ما معياش سيولة تشغلني، وعندي مكان ان انا ممكن اربي فيه مواشي، وبشتغل بالتجارة يعني، بودي بورد مواشي الجماعة جزارين والكلام، وبروح ربنا خاصه. فدلوقتي في واحد صديق لي عرض عليا ان انا اعمل قرض من صندوق اجتماعي التنمية في مشروع العلف، حسب ان انا عندي مكان او يعني عندي الخبرة، ويعملوا دراسة الكلام ده، فهل ال القرض ده حلال ولا حرام؟ طيب حاضر. ماشي اشكرك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي سؤالي. ايوه يا دكتور اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم. انا زوجه ومتوفي عني زوجي من شهر، وانا في سن تعديت الستين، فعايزه اعرف ايه شروط يعني التربص اللي الناس في سوره البقره ان شاء الله. يعني هل ما اخرجش من بيت خالص ولا ايه؟ يعني عايزه افهم. حاضر. وازور بناتي او ايه اللي اعمله خلال فتره الحداثه؟ حاضر ماشي. شكرا جزيلا. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الست اللي اتصلت اللي كانت بتقول ان بنتها متزوجه من قريب لها من ناحيه الام، بيبات في مكان والاخت تبات في مكان، الزوجه تبات في مكان، وانه يدوب المعاشره يعني من وقت لاخر، وانه خلف منها بنت وما بيصرفش عليها وسايبها لابوه وامه او لاخواته وبيشرب سجاير وما الى ذلك. ده كل ده يعني زي ما بيقول المثل، العجلة كلها بتلف شمال في شمال، يعني غلط. كل اللي بتقوله ده غلط. الأصل والأساس أن الزوج مع زوجته يبيتان قريبين متلاصقين متضامنين. القرآن الكريم يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أدي واحد. آية تانية: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الإفضاء. سيدة عائشة عندما استأذن منها النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليلة، قالت: إني أحب قربك، إني أحب قربك ولا أريد أن أمنعك عن عبادتك لربك. فكان في قرب، فيه اتصال، في تلاصق وتضام ما بين الزوج وما بين الزوجة. ها يعني مسألة البعد وإن كل واحد ينام في مكان، هذه تتنافى مع حسن العشرة. ربنا قال: فأمسكونا بمعروف، ها، أو سرحونا بمعروف، فأمسكوهن بمعروف. فمن لوازم العشرة الطيبة فيما بين الزوج والزوجة أن يكون هناك كما قلنا قرب في المكان وقرب في الأرواح وامتزاج الجسد ما بين الرجل والمرأة، وما تكونش المسألة مقصورة على مجرد قضاء شهوة وكل واحد يروح لحاله وكأننا غرباء وكأننا ضيوف على بعضنا. المسألة دي بتؤدي إلى تأزيم العلاقة ما بين الزوجين. نضيف إليها عدم الإنفاق على الزوجة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ها؟ كفى بالمرء إثما لو لم يرتكب الإنسان إثما سوى أنه يضيع من يتولى أمرهم. ده عنده زوجة وعنده بنت، فهل يترك الإنفاق عليهم لأبوه ولأمه؟ لأبوه يعني مكلف بالإنفاق عليها ولا أخواته مكلفين بالإنفاق عليها؟ فهذا إنسان ضيع أمانة أودعها الله تبارك وتعالى عنده، وسيحاسبه الله تبارك وتعالى عليها. يعني أنا شايف أنه حلا لهذا الإشكال تطرح المسألة في وجود واحد زي والده من طرفه، واحد تاني من طرفكم، وأنتوا ناس قرايب، ويقعدوا مع بعض ويعرضوا المشكلة ويشوفوا حل لهذه القضية، بدل ما تترك المسألة الحبل على غاربه. ربنا قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات البين. حكم الدين في الغش في الامتحانات، والامتحانات على الأبواب، الترم الأولاني الأولاد بيستعدوا ليه، ها، وطلبة الجامعة وغيرهم بيستعدوا ليه. الغش في الامتحانات، غش ولا مش غش؟ هو غش. من غش فليس مني، ورواية: من غشنا فليس منا. من غشنا فليس منا. ولو استشرى الغش وأنتج هذا الغش طبيبا أو مهندسا أو زارعا أو إلى آخره، سينتشر الفساد في كل الدنيا. طبيب ما كان
يتعامل مع العلم بصورة صحيحة، بل كان يغش. طب لما يطلع يتعامل مع الناس هيعمل ايه؟ المهندس اللي كان بيغش اذا طلع في حياتي كيف سيكون امينا على بيوت الناس والاشياء التي يقوم ببنائها والتخطيط لها وهو اصلا مبني على غش؟ فانتشار الغش طريق الى افساد الحياة وتعكير صفوها ونشر الخراب والفساد في كل الأنحاء. ومن هنا يجب علينا أن نقاوم هذا الغش بكل ما نستطيع. علينا أن نقاوم الغش بكل ما نستطيع في أنفسنا وأن نمنع الآخرين منه. فزي ما الحديث علمنا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال تمنعه الظلم فذاك نصر الله. فهي دعوة إلى كل إنسان يتعامل بهذا المنطق أو يرى غيره يتعامل به أن يكون حريصا على النصيحة لنفسه والنصيحة لغيره، بحيث أن بعد كده ما يجيش بقى يقول طب أنا لو اشتغلت بعد كده، طب أنا بنيت حياتي وخدت شهادة وأنا لا أستحقها، يبقى مالي حلال ولا لا؟ لعله بالتوبة يعني الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما حدث يكون في ذلك مغفرة، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت اللي بتسأل إن معها مبلغ من المال أعطته لرجل تاجر بتاجر في موبيليات وهو نصراني، دي ما تفرقش يعني، ممكن أتعامل مع مسلم وأتعامل مع نصراني بالتجارة ما فيش فيها شيء، لكن المشكلة في تحديد مبالغ ثابتة على رأس المال. تحديد مبالغ ثابتة سيجعلنا نقع في دائرة الربا، زي بالضبط البنك ما بيجي يحدد نسبة على رأس المال، هتديني 1000 جنيه هدي لك 20% 15% 30%، زي ما بيتفق على أساس رأس المال. زاد رأس المال الربح بيزيد، نقص رأس المال الربح بينقص. هذه فائدة ربوية، إنما جعلها ربا أننا حسبناها من رأس المال. طب إيه الحل؟ ما هو الحل الأمثل والطريق الأقوم ليكون ما يكتسب من حلال؟ نقول ما نحسبش المبلغ على أساس رأس المال، إنما نحسبه على أساس الربح والخسارة، المشاركة أو المضاربة. خد يا عم المبلغ ده تاجر بيه، واللي ربنا يديهولك زيادة على هذا المال نقتسمه بالنص، أو أنت تاخد 40 وأنا أخد 60، أو أنت تاخد 30 وأخد 70، زي ما يتفقوا، مش على أساس رأس المال وإنما على أساس الربح. فإن زاد فلي وله، وإن نقص فعلي وعليه. ده علشان يبقى التعامل حلال، أما بالصورة دي لا يجوز شرعا. الأخت اللي بتسأل إن زوجها فقير، ربنا يغنينا جميعا بحلالي عن حرامي وينعم علينا بنعمة المال لنسد به حاجاتنا ونقضي به ديوننا ونعين به غيرنا، فهي بتعمل في الملابس لمساعدتها وتأتي بالطلب، يعني ناس بتطلب منها ملابس تقول لا والله اشتري لنا ملابس مش عارف كذا وكذا، انت تملكي هذه الملابس من فلوسك الخاصة وتصبح ملكا لك، وبعد كده بتروحي تبيعها لهم. كل ما هنالك انك انت وسطتي ما بينك وما بينهم، وسطتي ما بينك وما بينهم سلعة، بتتملكي هذه الملابس وتصبح في حوزتك وبعد ذلك تقومين ببيعها. انت لا خدتي منهم فلوس ولا اديتيهم فلوس، وانما سلعة اشتريتيها بالطلب. عجبتك يا فلانة مثلا جلبية، والله يا فلانة هاتيلي جلبية زي بتاعت فلانة دي، هاتيلي مثلا مفرش سرير، هاتيلي مثلا فرش تنجيد زي ده او بالوصف الفلاني، بتروحي تشتريه بفلوسك الخاصة وتتملكينه وبعد ذلك تبيعينه، ان شاء الله ما فيش فيه حاجة. الاخ اللي بيسأل انه جزار وبيعمل تاجرا وبنى بيتا برأس ماله ولم تعد معه سيولة، فعايز ياخد قرض سلفة
من بنك التسليف الزراعي ولا بنك الائتمان ولا هذه الأشياء. كل قرض جر نفعا فهو ربا وكل ربا حرام. إذا نحن أخذنا المال ووضعنا عليه فائدة، حطينا عليه فائدة 25% 30% وتبقى فائدة مركبة، يقول لك 10% ومضروبة في عدد السنين بتوصل 70 و80%، وهذا ظلم، هذا ربا. طب هتقول لي ايه الحل؟ انا عايز سيولة. هنقول لك نفس الكلام، نفس الكلام اللي قلناه للأخت التي قبل السؤال السابق، ان يا سيدي خد فلوس من بعض الناس وشغلها، واللي ربنا ينعم عليك بيه من سعة ورزق يعود عليك بالنفع وعليهم. إنما البنوك التعامل معها بفوائد ثابتة وقرض يجر نفعا هذا ربا لا يجوز، والله أعلم. الست اللي بتسأل عن آية سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. هذه الآية تحدد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، لا يجوز لها أن تتزوج بغيره حتى تنتهي عدتها. وفي عدة للمطلقة، وفي عدة يعني مجموعة أحكام تنتظم مسألة العدة، وهي المدة التي تتربصها المرأة إبراء لرحمها أو تفجعا على زوجها، وهي دي الحالة بتاعتنا دي، تفجعا على زوجها. إنه الحديث يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، فيلزمها البعد عن الزينة وأن تلازم بيتها إلا لما إليه ضرورة، لما إليه ضرورة. المرأة التي كانت تجز دخلها وليس لها من يقوم بهذا العمل سواها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجز نخلها وهي في زمن العدة. فإذا كانت واحدة موظفة بتروح شغلها صباحا وترجع قبل الليل وتبيت في بيتها، هذا هو المطلوب. فإذ لم تكن هناك حاجة إلى الخروج فلتلزم بيتها تعبدا لله سبحانه وتعالى وقربا منه وتفجعا على زوجها ودعاء له بالرحمة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه آخر الأسئلة التي تلقيناها من حضراتكم من خلال الاتصالات. هنكمل بعض الأسئلة التي وردتنا. في سؤال: ما حكم تأخير الزكاة عام كامل؟ تأخير الزكاة عام كامل هذا حرام لا يجوز. خدوا بالكم يا أخوانا إنه مال الزكاة إذا حال عليه الحول أصبح ما هوش مالي، ما أصبحش ملكي، وإنما صار حقا لغيري. يقول الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فلا يجوز تأخير الزكاة ولا ليوم واحد، لا يجوز تأخير الزكاة ولا ليوم واحد. ومن أخر عليه أن يبادر بإخراج ما في ذمته للفقراء والمستحقين. في ناس بتسأل بالمناسبة بمناسبة السؤال ده، يجي يقول إيه؟ يقول طب أنا عندي فلوس كتيرة بطلع زكاة بوزعها على مدار السنة، طب أنا عندي بطلع 1000 2000 3، لو طلعتهم مرة واحدة الفقراء محتاجين اللي يديهم كل شهر، فأنا بوزع هذه الزكوات على مدار العام. هقول لك ما فيش مانع، جزاك الله خيرا، وهذا اقتراح لا بأس به، ولكن قدم الزكاة لا تؤخرها. يعني ادفع مقدما من حساب الزكاة، ادفع مقدما من حساب الزكاة. بمعنى باجي الزكاة بتحل عليها مثلا، وليكن مثلا في شهر المحرم، أنا بقى قبل شهر المحرم بدفع 100 جنيه في 200 في 500 في 1000 إلى أن يجيء شهر الله المحرم. أقوم أعمل إيه؟ كشف حساب كده وأقول أنا طلعت كام؟ 100 و200 و300 يجمعوا 2000 جنيه، أنا علي 2500 أروح مطلع ال 500
مع الحول. ولما بنيجي نحسب حول الزكاة نحتسبه بالتاريخ الهجري لا بالتاريخ الميلادي. فإذا أردت أن تقدم شيئا من الزكاة قبل حلول موعدها فلا شيء في هذا أن تقسط الزكاة وتدفع منها تحت الحساب، لكن تأخر لا يجوز هذا شرعا. بيسألوا بيقول طلقت زوجتي، احنا اجابنا على سؤال زي كده على فكرة، طلق زوجته ثم اكتشف انها حائض فهل وقع الطلاق ام لا؟ احنا جاوبنا على سؤال زي كده، قلنا ان رأي جمهور العلماء ان الطلاق في الحيض يقع، الطلاق في الحيض يقع. النبي قال لسيدنا عبد الله، سيدنا عمر قال له مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون الا من طلاق. بيسألوا سؤال يقول والدتي توفيت وتركت أموالا ولي أخ متوفى قبل وفاتها وأبناؤه موجودون، هل يرثون في جدتهم مكان والدهم أم لا؟ دول المسمى غلط، أنا لا أسميه ميراثا، إنما يسمى هذا وصية واجبة، يسمى هذا وصية واجبة. والوصية الواجبة يأخذ بها القانون باعتبار كأن أباهم موجود بشرط ألا تزيد عن الثلث. فهم إذا قلت لهم ميراث هقول لك لا ما لهمش ميراث، لكن لهم إيه؟ لهم وصية واجبة تعطيهم حق والدهم بشرط ألا يزيد عن الثلث. هذا ما تيسر من الإجابة على أسئلة حضراتكم التي وصلتنا عبر الهاتف، وبعض ما لدينا من أسئلة الرسالة القصيرة SMS. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على خير، وأن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وارفع بفضلك كلمتي الحق والدين، وارفع يا ربنا الحصار عن المحاصرين، وفك أسر المأسورين، واشدد اللهم وطأتك على الظالمين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.